مبادرة ساس لتعزيز الواقع الافتراضي مبادرة متميزة من قبل هيئة تقنية المعلومات. شخصيا زرتهم أكثر من فترة، أتوقع معظم السنوات اللي زرتهم فيها ألاحظ تطور كثير في مستوى الأعمال المقدمة، وأيضا أدعو الشباب للمشاركة أيضا والانخراط في هذا البرنامج. برنامج تدريبي مميز لمدة 3 أشهر. هذه البرامج من الصعب نحصلها مجانية، خاصة إذا يعني خارج السلطنة وفي مدربين متميزين، فأنا أنصح للمشاركة في هذا البرنامج. وأيضا فيه عائد اقتصادي ممكن يرجع للمتدرب نفسه، ممكن يفكر في افتتاح مشروع لتعزيز الواقع الافتراضي مثلا، مشاريع ممكن تجي من شركات من مؤسسات حكومية. المعرض جميل وفيه تطور في الأعمال وتنوع. ممتازين شباب وشدوا حيلكم، وأتمنى لكم التوفيق إن شاء الله.